باسم جمعية الجهات المملكة المغربية 12. اليوم الجمعية سوف تساهم في هذه المائدة المستديرة التي من الموضوع اللي احنا فيه اليوم هو الموضوع ديال العلاقة مع القارة التي ننتمي إليها، وهذا كيدخل في الإطار ديال التوجهات الاستراتيجية اللي رسمها صاحب الجلالة فيما يخص التوجه نحو الجنوب. هناك وعي وكل الوعي على أنه المغرب اليوم له حظوة وله مكانته في القارة الإفريقية، والمساهمات اللي كانت في السابق والتواجد ديالو في مجموعة المؤسسات ديال المكونة ديال القارة الإفريقية كان ساهم اقتصاديا واجتماعيا في بناء هذا القارة. اليوم كنعاود نوقفوا من زاوية أخرى نشوفوا الجهة المساهمة ديالها، مثلا كذلك المساهمة ديالها في هذه الاستراتيجية الوطنية للتوجه ديالها عبر نحو الجنوب في بناء شراكات مع مجموعة من البلدان اللي فيها هذا النظام ديال الجهوية. كذلك يجب التثمير التجربة ديالنا والنجاحات ديالنا سواء في مجال البناء الديمقراطي، سواء في مجال تقوية المؤسسات، كذلك في البنية الاقتصادية القوية التي يتمتع بها المغرب، والامتداد ديالنا داخل القارة الإفريقية سواء في العلاقة مع مجموعة من مع تجمعات الدول بحال سيداو اللي كانت البارح موضوع في مجلس المستشارين يتناول العلاقة بين سيداو والمغرب، وكذلك العلاقة الثنائية اللي عندنا مع مجموعة من البلدان في الغرب ديال إفريقيا. كذلك اليوم في إطار التنوع وفي إطار بناء علاقات جديدة احنا كنتجهوا نحو الشرق ديال إفريقيا ونحو الجنوب، الدول الأنجلو ساكسونية اللي بدات معنا اللي بدات مع المملكة المغربية علاقات جديدة، وغادي نحاولوا نمتنوا العلاقة اللي بنيناها في السابق. هذه الندوة تبتغي طرح قضايا الدراسات الإفريقية إن على المستوى الأكاديمي أو على المستوى السياسي، هي فرصة يحضر فيها الباحثون وأيضا الفاعل السياسي، هدفها ليس فقط تبيان أهمية الدراسات الإفريقية في رسم الخط السياسي للدولة المغربية أو أيضا حتى للفاعل السياسي مهما كانت أهميته، بل كذلك لمواكبة المغرب منذ عودته للاتحاد الإفريقي في يناير 2017. هناك عدد من المؤسسات التي بدأت تنتصب في المغرب، نذكر المرصد الإفريقي للهجرة، البارحة كانت تشين الاتحاد الإفريقي للشباب، فهذه كلها تبين دينامية جديدة تفتح أفقا دبلوماسيا للمغرب، لا بد من الجامعي والباحث أن يواكب هذه الدينامية. أكثر من هذا وذاك، أن إفريقيا أصبحت محط اهتمام جيوستراتيجي دولي، ما يجري في منطقة الساحل والصحراء في القرن الإفريقي في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط لدليل على أهمية إفريقيا من حيث هذه التفاعلات الدولية. فأعتقد أن هذه فرصة هامة يمكن أن تكشف عدد من التوجهات على مستوى البحث المرتبط أيضا بالفعل السياسي. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.